انت شو هذا اللي عم تحكي يا ابني؟ معقول بالاخر تتصرف بهي الطريقة؟ كيف طاوعك قلبك تعمل هيك؟ يعني لهون وصلت؟ يا خسارة يا خسارة يا ميت. انت عن جد ساويت هيك؟ انا ما عم صدق هذا الحكي. ميت، انت شو عم تقول يا ابني؟ معقول توصل معك لحد انك تسرق؟ يا جماعة فهموني انتو ليش مستغربين لهالدرجة؟ صهري اليوم عمل التصرف اللي هو شافه صحيح. خلص هلأ بنتي دخلت على حياته، لهيك طبيعي يحاول يطالع ميت من هذا البيت بأي طريقة. أنا بالأول خسرت أبي بسببك أنت، وهلأ يبدو صارت كل عيلتي واقفة ضدي. لسه في شي حابة تساوي؟ في شي حابة تعمليه ترى؟ أنت مو معقولة. خلص حلي عني، بدي تتركيني بحالي. اليوم صهري غطى على عملة بنتي ودافع عنها وما ترك لحاله، مع إنه بيعرف إنه غلطة تصرفها. يبدو بلش يتعلق فيها ويحبها. يلي بيحط عيونه بالأرض بيكون خجلان من اللي قدامه. وانتي من شو خجلانة؟ أنا؟ خلصنا انتي شو عم تقولي؟ أنا بس اعتبرت حالي محظوظة اليوم. عن جد؟ محظوظة؟ ايه طبعاً محظوظة، لأنه هلأ صار عندي رجال يدافع عني ويحميني ويقاتل مشاني، ويلي بهمه اني ما اتضايق. قوليلي يعني انا هلا شو بدي احسن من هيك؟ انت مشكلتك انك بسيطه كتير ولسه ما بتعرفي منيح لميت، وهو ما بيعرفه. انت لو كنتي بتعرفي شو هو الحب كنتي رح تعترفي بالسرقه. ميت منعني اني احكي، بس انت كان فيكي تعترفي وتقولي الحقيقه. قولي لي ليش ما قلتي شيء قدام أبوه؟ ليش ما دافعتي عنه قدامه؟ ليش ضليتي ساكتة؟ وميت المسكين يتحمل اللوم على كل القصة وهو ما دخلوا فيها. أنا ما بعرف ميت ليش هيك ساوى وليش حط كل الحق على حاله، بس برأيي إنه هاد ما نو حب من الأساس. وميت أكيد ما رح يحب وحدة أنانية مثلك، وهذا مستحيل يصير. وطبعاً هو ما رح يحبك أبداً لأنه صار بيعرف حقيقتك.
علي لأني ما عرفت أتصرف معه، وكل يلي عملته كان بسببه. أنا شو كان فيني أعمل؟ أنا ما كان قصدي يسرق شي، لا يعني يتضايق وترك البيت وهي تبقى. ما بتترك فرصة إلا